الآن جنة الله كفاية للشيخ أيمن صيدا. رحمة الغراء بالخيرات تأتينا. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله هداية. لا تقل أين طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. طيب الله هذه الوجوه وشرح الله هذه الصدور وجعلني وإياكم من أهل الجنة، قولوا آمين. مع برنامجكم جنة الله كفاية، شعارنا في هذه الحلقات اسمع معي أخي الكريم. وكفاية الجنة بتستنى أهل الإيمان وبتتمنى، وكفاية الجنة بتستنى أهل الإيمان وبتتمنى، فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا يخطر أبدا في قلب لله المنة. وكفاية في الجنة إلهي أنظر أنواره أتمنى. وكفاية الجنة بتستنى أهل الإيمان وبتتمنى، فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا يخطر أبدا في قلب لله المنة. وكفاية في الجنة إلهي أنظر أنواره أتمنى. يا رب اجعلني وإياكم من أهل الجنة، قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، عنوان حلقتنا جنة الله كفاية. آه لو عرفت الجنة لوددت أن لا ينطق لسانك إلا بذكر الله، ما توحد الله. آه لو عرفت الجنة لوددت أن لا ينطق لسانك إلا بذكر الله، لوددت أن لا تسمع أذنك إلا كلام الله، لوددت أن لا ترى عيناك إلا ما أبدع الله. نعم أخي الكريم، آه لو عرفت الجنة ما توقفت عينك عن البكاء من خشية الله أو من طلب رحمته جل في علاه، لوددت أن تظل ساجدا راكعا شاكرا حامدا مجاهدا في سبيل الله، لأن في الجنة كثرة لذة النعيم، ولا أقول نعيم مادي فقط، بل نعيم نفسي معنوي. يكفي أن ربنا رضى عليك، يكفي أن ربنا غفر لك ذنبك، يكفي أن ربنا رفعك من شوائب الدنيا وقد أصبحت خالصا لوجه الله وكتبت لك السعادة. تخيل كل حاجة من هموم الدنيا راحت، قد أكرمك الله وأكرمني بكرمه، ورحمك الله ورحمني برحمته، وسترك الله وسترني بستره، وتقبلك الله وتقبلني عنده وهو التواب الرحيم. جنة الله كفاية. لقد أصبحت الآن حين تدخل الجنة في رحمة الملك الحنان الملان. حبيبي المشاهدين، السادة الموحدين، تعالوا بنا معا نسير في هذه الرحلة. هيا بنا نترك الدنيا بمن فيها ومن عليها، تعالوا بنا ننسى شقاءها، تعالوا بنا ننسى ما فيها من ضيق وهم وغم. انطلقوا معي الآن إلى سعادة بلا شقاء، انطلقوا معي الآن إلى سعادة بلا شقاء، إلى فرحة
وحب بلا كراهية. هيا ننطلق إلى مكان لم تراه عين ولم تسمع به أذن ولم يتخيله عقل ولم يخطر على قلب بشر. ما تيجي نسافر بالقلب والروح والعقل وبالجسد، لما لا، في رحلة عظيمة. اغلق عينيك، تخيل معي وتأمل. اغلق عينيك، افتح قلبك، تنفس بعمق، حاول تعيش اللحظة. دنيا ايه يا عم؟ انت ليه حامل هم الدنيا باللي فيها باللي عليها؟ غمض عينيك، غمض عينيك وافتح قلبك وتنفس نفس عميق يشيل من عليك هموم الدنيا. استعد للانطلاق. تخيل نفسك على باب الجنة. النهاردة احنا بنجمل في وصفها، وبعدين هنفصل بعد ذلك، وترتاح لما تنتهي بك السفينة إلى يوم العيد. أخي الكريم، استعد للانطلاق، أنت على باب الجنة. ها نحن نقترب، لعلك تشم الآن رائحة الجنة، لعلك ترى أبوابها. جهز نفسك للدخول، جهز نفسك للدخول، ولكن انتظر، انتظر. كيف ستدخل الجنة وأنت بهذه الهيئة؟ لابد أن تهيئ نفسك. هناك شجرة على البعد، شجرة هناك، أو هناك شجرة وشجرة أخرى. شجرة ما أعظمها، ما أجملها، ينبع من أصلها عينان. تقدم لتشرب من إحداها، اشرب لنرى في وجهك وترى في وجهي نظرة النعيم. توضأ من الأخرى لتزداد حسنا وجمالا. أنت الآن أمام نجاف الجنة، الآن يمكنك الدخول. تقدم، تقدم نحو الباب. يا من تحمل هم الأولاد، يا من تحمل هم الزوجة، يا من تحملي هم زوجك وعيالك. أخي الطالب والطالبة، أنا عارف أن الهموم والمتاعب زادت علينا. إحنا عايزين بقى نشرح صدورنا بهذه السلسلة جنة الله كفاية. الآن يمكننا دخول الجنة. تقدم نحو الباب، اذهب ببصرك بعيد فيما وراء الباب، ومتع عينك بدار النعيم. تنفس الآن بعمق، ريح بالك، تنفس الآن بعمق، املأ صدرك بهذه الرائحة الزكية. يا لها من رائحة طيبة. يا أخي املأ صدرك برائحة الجنة. يا لها من رائحة طيبة. انظر إلى تلك القصور الشاهقة، ليست والله كقصور الدنيا، ليست والله كقصور الدنيا وبنائها. لك أن تتخيل لبن من ذهب ولبن من فضة، لبن من الذهب ولبن من الفضة. عايزك تعيش يا مسلم. هناك أنواع أخرى من القصور عبارة عن لؤلؤة واحدة مجوفة. تعال يا مسلم، في ليالي رمضان في ناس والله بتحس بهذا الإحساس، وهم ساجدين بين إيد الرحمن في ناس بترى ما نصفه الآن على سبيل التخيل ويعيشون فيه. ولما تروح هناك ترى أنك لم تكن قد رأيت شيئا من النعيم. احجز قصرك من الآن، تقدم يا مسلم لتحجز قصرك من الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يلا يا مسلم اشتغل الآن، هيا بنا نتجول في بساتين الجنة لترى ما فيها وتنظر إلى أشجارها. إن ساقها أو ساق الشجرة في الجنة من الذهب الخالص. تخيل شجرة من الذهب. وما من نخلة إلا وجزوعها من الزمرد الأخضر. تعال لترى ما قضينا في حياتنا من هم يرتاح تحت ظلال هذه الأشجار. إلى كل من قضى حياته يلهس وراء الذهب والحرير، هل تعجبك هذه الشجرة؟ هل تشتاق إلى هذا النعيم؟ هل تشتاق إلى هذا النعيم؟ ألا تريد أن يكون لك شجرة في الجنة؟ قال رسول الله، اللهم صلي على الحبيب النبي،
قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قل سبحان الله وبحمده، اغرس لنفسك شجرة أو نخلة في الجنة. جذع الشجرة من الذهب الخالص، جذع النخلة من الزمرد الأخضر. تعال يا مسلم واغمض عينيك لتسرح في بساتين الجنة. عزيزي المسلم الموحد، عزيزتي المسلمة الموحدة، نسافر معا، نسافر معا عبر هذه الرحلة العظيمة. لعل ما رأيته في الرحلة قد يصيبك بالذهول، وممكن تطلب شوية مية أو شربة مية، تعال لتروي ظمأك. هيا نشرب من هذه الأنهار، ولكن انتظر، هناك نهر، هناك نهر حافتا من الذهب، ماؤه يجري في مجرى من الدر والياقوت، ولونه أبيض من الثلج، لونه أبيض من الثلج، ومذاقه أحلى من العسل. اشرب اشرب ارتوي، اشرب ارتوي، إنه نهر الكوثر، نهر الكوثر الذي وعد الله به حبيبه محمد. إلى كل من باع الجنة من أجل متعة عابرة أو لذة فانية، إلى كل من ضحى بالرخيص والغالي من أجل متعة فانية، الآن الثمن في متناول الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. ما تيلا نسمع كلام النبي محمد، نقدر سنته، نصلي كما كان يصلي، نصوم كما كان يصوم. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ فهي لا مثيل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر جار، وثمرة نضيجة، وزوجة جميلة. فقال الصحابة: نحن مشمرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. ألا هل من مشمر للجنة؟ ها، إحنا خلاص بدأت أيام رمضان الكريم، لياليه الطيبة العطرة، أنا عايزك تشم ريحة الجنة وانت بتقوم بين يدي الله في المسجد. أنا عايزك تتخيل دخولك الجنة في الزمر مع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتأمل هذه الأنوار، نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر جار، وزوجة حسناء جميلة. أنا بصراحة عايز أعيش بقى مع الجنة شوية، نفسي أنسى قيل وقال، أريد أن أضع في ميزان حسناتي ما يبلغني الجنة. الموسم بدأ يا أخوانا، رمضان بين إيدينا، أوعى يعدي شهر رمضان بأيامه ولياليه إلا وإحنا على باب الريان. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدا، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. بحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله هداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. جنة الله كفاية.